شيخنا نفس الموضوع بالنسبة للجزائر، يعني الحكومة السابقة كانت قد شددت وطأتها على المتشيعين، بالأخص وزير الشؤون الدينية وأيضا وزير الداخلية الذي قامت أصلا حملته الانتخابية في يعني محاولة استقطاب السلفيين وبث كلمات أننا سأنصر المذهب المالكي ونطرد المتشيعين، ولكن في يعني بعدها بأشهر قليلة قامت الثورة الجزائرية وأطاحت بهم جميعا. نعم. وكذلك حصل مع نظام حسني مبارك. نعم نعم. ومع نظام محمد مرسي. نعم. ومع نظام صدام من قبل. نعم. والله عز وجل كما قلنا، شوفوا هذه استجابة لدعاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لما وقف في غدير خم وأعلن الولاية لوصي علي بن أبي طالب ماذا قال في آخر كلامه؟ اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. فلا بد أن الذي يخذل عليا عليه السلام مخذول دنيا أو آخرة، لا بد أن يكون مخذولا. لاحظوا أن الشيعة مهما تعرضوا لصنوف العذاب عبر التاريخ لكنهم يتألقون ويمنحهم الله العزة والكرامة. الشيع عزيز، الشيع رفيع المقام، لا يقضى عليه. ذات مرة استشهدت بكلام لأحد الأدباء المصريين الأزهريين المعروفين، وهو نسيت الآن من. المهم كان في كتابه يقول هذا: أنا اكتشفت أن الشيعة هم لا يقهرون، أو فتشي هالشكل، نسيت والله حتى العبارة من قبل سنوات عديدة، أن الشيعة لا يقهرون وأن الرجل الشيعي هو أقوى رجل في العالم، شيء من هذا القبيل كان يقول. ربما ذكرته في الليالي الحسينية قبل 11 سنة، ربما لا أتذكر، وذكرته بالمصدر يعني أنه ماذا يقول، وكلامه صحيح. فالشيعي مهما تعرض إلى صنوف العذاب والملاحقات الأمنية والاضطهادات إلا أنه يبقى قويا عزيزا، طبعا في شريطة أن يكون مؤمنا تقيا برا بأهل البيت عليهم السلام، شجاعا، لا يقضى عليه. وهؤلاء الشيعة دونكم كانوا في يوم ما لا يتجاوز عددهم 3 على بعض الروايات بعد مقتل الحسين عليه الصلاة والسلام، كان لا يحمل هذا الأمر إلا 3: يحيى بن أم الطويل، ومحمد بن جبير بن مطعم، وأبو خالد الكابولي. تخيلوا، فكيف صار الشيعة الآن بهذه كل هالملايين؟ هذه جهود. حتى هذا أبو خالد الكابولي متشيع على يد يحيى بن أم الطويل، متشيع على يد أم الأسود بنت أعين، أخت زرارة بن أعين الشيباني. هو متشيع على يدها، هذه كانت سيدة فاضلة، هي التي شيعت إخوتها وأصحابهم كذلك، هي شيعت زرارة بالمناسبة، هي شيعت حمران، كلها بسببها. وهي من جانبها متشيع على يد يحيى بن أم الطويل، نعم، الذي هو أخو إمامنا زين العابدين عليه السلام من الرضاعة. فتستطيع أن تعتبر يعني بالنتيجة أن السبب في تشيع كل هؤلاء، وخاصة هؤلاء صاروا من كبار رواة الحديث، رواة حديث أهل البيت عليهم السلام، ومنهم انتشر التشيع في الكوفة، ومن الكوفة توسع إلى البلدان الأخرى، تكونت قم، عش آل محمد عليهم السلام، وهكذا انتشر التشيع. تجد بالأخير أنه جهود فردية من 1، 2، 3 كانوا يبذرون البذرة وينبتون النبتة، فإذا بها تورق وتصبح شجرة عظيمة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
لذلك نحن مطمئنون كما قلنا في تصريحنا للبي بي سي قبل سنوات عديدة أن المستقبل هو للتشيع. لا يمكنهم الآن أن يقضوا على التشيع أو أن يضيقوا عليه مع هذا الانفجار المعلوماتي. الناس تقرأ، تطالع، تسمع، تشاهد، تتشيع. نعم إن شاء الله.